السلام عليكم. وبعدين يعني طب انا هسلم على الناس بطيخ. ازاي؟ ايوه قلت لي تغمي عينيا، هسلم ازاي لا يعني؟ خلاص ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا من الفيديوهات اللي فاتت. مش هقول ليكي بقى كده، عاملين لي فيها صينيه. شفت الرخامة؟ يعني مستنين الاعتذار يقولي مش انا هسأل هقولك. سؤال يا جماعه، هي داخله تعمل كيكه بالشوكولاته، حصل انا ذنبي ايه؟ بوريك قدرات الشيف الشربيني في المطبخ. شربيني مين يامه؟ و هو كيكة ترابون زي أي كيكة؟ هو أنت فاكرها كيكة عادية؟ ده احتمال تلاقي أنا زايد في السقف، راحت عند الجيران. ظليت، عارف الظليت؟ ما بص بقى، فاكرة سنبل؟ أما لا، عايز كان اسمه إيه؟ زلوت، زلوت. حبيت أعمل له جو رومانتيكي، قلت هعمل له حاجة حلوة ونفتح التلفزيون نتفرج، أما صدقت العيال ناموا، قلت الحمد لله. اعمل بقى انا كيكايه حلوه كده، حاجه حلوه ونقعد نتفرج على التلفزيون في هدوء. على سبيل الله بتعمل كيكه حلوه؟ لان بشجعك بشجعك اهو. لان لو العيال صاحيه كان زمانهم بيتنططوا دلوقتي في المطبخ وعاملين بصوا قلبان، وما كناش هنعرف نتفرج على الفيلم برضه. فانا بقى ايه، اما صدقت قلت اعمل لهم حاجه حلوه، اما يصحوا الصبح بقى ان شاء الله يبقوا ياكلوا منها. بس يقول لهم المقادير بتاعتي كده، بس اعملها دلوقتي وادوق منها. استاذ احمد مش مشكله، زي جوزي ادي له حته كده في بقه ماشي يا ستي. هو قاعد بيتفرج على التلفزيون، والباقي طبعا بقيت الصينيه اشيلها للعيال لما يصحوا الصبح. ايوه ده تمام. اهم حاجه العيال طبعا. فانا قلت ايه، اشارككم معايا بقى الماساه الاليمه. لا لا قولي لهم مقاديرك. مقاديري دي معروفه جدا، والله انا سيحت زبده يا جماعه، كوبايه زبده يعني بحالها؟ مش كوبايه قوي يعني، كوبايه الا الا دي زبده بيضه متسيحه وعليها شويه زيت، خلاص كده عشان طبعا الكيكه تبقى مساميه. مساميه انت اي حاجه. ايوه اي انا حاجه. بقول لك صحيح يا رب، ايه انا كنت سامع كده امبارح انت في اللايف ان في شويه خنازير، في خنازير مالهمش لازمه في اليوتيوب، لا بيحلقوا دقنهم ولا بيستحموا. مستنقع الصرف الصحي. شويه وباء على وجه الارض. طب استنى بس بدون مقاطعه كلامك افهمهم انا هعمل ايه. فين البيض؟ انا لسه هجيبه، اصبر بس. ودي كوبايه سكر، ماشي؟ خلي بالك البيض ده مهم. حطينا كوبايه الا ربع زبده وزيت، ودي سكر، هات شويه سكر تانيين. سكر التموين ده يا ولاد، ده الدعم بقى. اما احنا غلابه على فكره، احنا كده احنا الحمد مدعمين لله يعني. احنا مدعمين يا ولاد، احنا ناس بناخد يعني تمويل من الدوله الحمد لله في النعمه. الحمد لله. تمام، هو ده بقى التمويل، فاهمين؟ استنى، ما احنا مش اثرياء يعني يا رباب، ايه المشكله اما ناخد تموين يعني؟ احنا اثرياء يعني. ما هو ده الدعم، ده التموين. ايوه ده بتاعنا. الدعم. وادي السكر. اوكي. فخلاص كده اتكلم؟ ما انا هفهمه، بس انا هعمل ايه؟ طيب فاهمين. بدون مقاطعه كلامك. وهسيبك تتكلم معاهم واروح انا اضرب ماشي. خلصت السكر؟ انا حطيت دلوقتي اهو الزبده والسكر اللي انا وريته لكم، كوبايه ونص وكوبايه الا ربع زبده. اروح اضربهم بقى في الخلاط ايه؟ بالمضرب، واسيب احمد بقى يكمل رغي معايا. لا ما هو الاول لازم السكر بالزبده عشان يعمل كده رغوه. مش تحط الكريمه وبعدين البيض؟ لا بعدين البيض. استنى دي البتاع ال ايه هي؟ اللي هي دي؟ لا البيكنج باودر لسه برضه. لسه. فالمهم يا جماعه في شويه خنازير كده ما بيتلاقوا دقنهم ولا بيستحموا، طب هم هيسمعوني ازاي وانت عماله بتضربي؟ ها؟ هيسمعوني ازاي وانت عماله بتضربي؟ الصوت عالي؟ الصوت عالي جدا. طب انا قربت، إيه؟ انا قربت عشان خاطر ايه؟ اقرب في حته. لا 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 خلاص. المهم يا جماعه في شويه خنازير ما بيحلقوا دقنهم ولا بيستحموا، وكلهم يعني ما شاء الله. والله يا احمد نقفل لك عشان تكمل حوار الخنازير بتاعك. فشله اصلا ضايعه، مش ملهاش لازمه اصلا على وجه الكره الارضيه. اجيب بيت بقى. وعمالين يتكلموا بقى في الدعم ومش الدعم. دعم يا جدعان، هو احنا لو بناخد دعم من حد كان هيبقى ده حنا. احنا بنشحت ولا ايه يعني؟ لا مش بنشحت، بس كان هيبقى ده حنا يعني. بيض يا ولاد. انتوا شفتوا سكر تموين وبتاع وعادي خالص طبيعيين. لا ده احنا طلعنا زي المصريين، زي كل المصريين. طلعنا يعني. كمان اجنده. واجنده؟ وكشكول. ده احنا كتاب مسطر. مش كلام، ده مش منطق اساسا اللي انتوا بتتكلموا فيه. اذا كان اللي بيتكلم اهبل يبقى المستمع عادي. طيب المهم يا شويه المخابيل انتوا، انا بس عايز اقول لكم حاجه. احمد انا عايزه في انتوا عماله عاملين بتعيدوا تزيدوا بتعيدوا تزيدوا في كلام ملوش لازمه يعني، وبيطلعوا كذابين يعني في الاخر. المشكله ان ايوه ما هو كده كده الحقيقه ان هم كذابين.
هم بيكذبوا كذبتهم ويصدقوها. لا الناس بتبقى عارفه ان هم كذابين ومع ذلك بيطلعوا عادي جلد خنازير. ما يا بنت اديك انت قلت جلد خنازير، ليه بقى ما بيحسوش؟ جيب الله حصل. هو انت عمرك شفت خنزير بيحس؟ لا. طيب عمرك شفت خنزير بيبقى نظيف؟ لا. اذا كان الخنزير لما مؤاخذه بياكل اكل بياكل الزباله يعني بقايا البشر. صح. مخلفات البشر اللي خنزير بياكلها فطبيعي ان انت تقول مقاطعه كلامك. اقول لهم بس انا وصلت لغايه فين في معلومه الكلام. يعني ولا ايه؟ حطينا الزبده وحطينا السكر وحطيت البيضتين. اوعى بقى ناخد الفانيليا. الفانيليا عندك؟ لا اله الا الله. ايوه حط كيسين فانيليا برضه. ما ده بيبقى مع البيض. طيب. فانت عارف قدرات الشيف الشربيني. فالمهم انتوا بقى ايه عمالين تتكلموا تقول اجنده وما اجنده. طب بالنسبه طب ايه الاجنده؟ كشكول. طب ممكن حد يفتح لي كتاب يفتح لي اول صفحه في الاجنده بتتكلم عن ايه؟ يعني لو احنا اجنده بقى يعني عايزين انا عايز اعرف اول صفحه في الاجنده دي بتتكلم على فكره. ده منظر ناس تبقى انا بدات اطلع على اليوتيوب. يعني ايه؟ يعني خلي بالكم من نفسيكم. والله ما بهزر. مش انتوا عايزينها كده؟ يعني خليها لكم كده. وبالادب وبالقانون وبالاحترام عادي. احنا ناس مؤدبه ومحترمه. احنا ما بنعملش الغلط. انا بقى عايز كلب من الكلاب يطلع لي كده الاجنده ويجيب لي اول ورقه فيها ويقول لي مكتوب فيها ايه في السطر الاولاني. ولا هيلاقي حاجه. وده لبن يا اولاد كان مفتوح عندي في الثلاجه قلت استغله برضه. بخيره. اه عبر بخيره. ما تحطيش عينك فيها اصريه. اصريه. لبن ده بخيره. تعالى نحط بقى ايه؟ لبن على الكيك. والله العظيم انا ما في مني اثنين. خلاص ياكل بقى واحده. اه هات الباقي دول اصفر. شويه اللبن دول ينفعوك بقى. المهم يا جماعه بلاش نحكي الكلام اصلا. انتوا لا عارفين امين ولا عارفين اكل ولا عارفين اي حاجه عن الموضوع اصلا ولا عارفين اي حاجه عن الكلام اللي انتوا بتقولوه. انا بقول لك ان هو تكون مستمعه منك حاجه. انتوا بتهبلوا في ضرب البيض اللي انا بعمله. ما انا مش عارف والله. طيب خلصت ضرب البيض؟ ما لا ده انا لسه هضرب. لسه هتضربي تاني؟ اه انا كده حطيت الزبده وحطيت اللبن. اللبن وحطيت السكر والبيض والفانيليا واللبن. واللبن عادي. اهم حاجه. وسيبنا شويه القصرية. هحط بقى دقيق. بس انا بحب اللبن كده كتير. دي بتحب البرسيم يا احمد. والله؟ اه دي تخصص برسيم. خلاص اجيب لها عصير برسيم. ادي اول كوبايه اهي. وايه كل كوبايه معاها معلقه دقيق. معلقه بيكنج باودر ولا هو ايه؟ طب ما تعدي الكوبايات وبعد كده احط البيكنج باودر. لا انا بحب مع كل كوبايه. يا سلام. مشكله ان انا فاتحه كذا كيس عندي في الثلاجه. طب انت هتفرق يعني؟ ايوه تفرق. ما تعدي كوبايات الدقيق وبعد كده احط البيكنج باودر على قد العدد. تنشف. مش كل معلقه مع الكوبايه. لا تنفش. ايه ايه؟ مش كلها في الاخر سلطه. انا مش فاهم انا. ادي اول معلقه تمام؟ اول معلقه وبعد كده تضربي؟ اه. واول كوبايه دقيق. ها خليكم ايه مصحصحين معايا. ركزوا ركزوا يا اولاد ده بتعمل كيكه. قصدك ايه يا احمد؟ شم ريحه تريقه على الكيكه بتاعتي وشكلك هتتحرم منها. خالص خالص. وهسيبها مارس. كلها للعيال لما يصحوا. خالص خالص مارس مارس. ماشي اوكي. انا بقى نفسي والله العظيم. بص اهو اهي اتدلقت. شوف نفسي والله العظيم بقى حد يطلع فعلا تاني كوبايه سطر واحد من الاجنده اللي عندنا. احنا دول متخلفين. طب كلمه حرف يقول حقيقه يعني. احنا دول متخلفين يا احمد. تاخد على كلام ناس متخلفين. واحنا عايشين على المعونات. اه بجد والله. اه على التمويل. انا بقالي كتير ما جالناش معونات يا جدعان. انا على رباب. هي المعونات فين صحيح؟ ما تقلقش يا احمد ان شاء الله يجي لنا معونات. ما فيش معونات خالص جاي. هو هيقول لك بص اهو اعترف اهو انهم بياخدوا معونات. دلوقتي اعترفنا؟ أما والله العظيم انتوا بتصدقوا الكذب والكذب بتصدقوه. انا مش عارف والله. ولا بتكذبوا وتصدقوا نفسيكم. انتوا بتكذبوا وتصدقوا نفسيكم. ايوه هو ده اللي انا عايزه. انت بتكذبوا وتصدقوا نفسيكم. دعم وتمويل واجنده و... كل حاجه. انتوا دخلتونا كاننا في شغل يعني ايه ده؟ ايه ده بجد؟ يا عم هم متخلفين والله وعارفين الكلام ده واللي بيتفرج عليهم عشان يضحك. والله ما عارفين يا جماعه انتوا عايزين ايه. احنا كده لغايه دلوقتي حطينا كوبايتين دقيق وحطينا معلقتين بيكنج باودر ومعلقه جندر.
موضوع الاجنده مؤثر. خدي بالك بس البيكنج باودر ده بيخلي الحاجه تخمر. فالاجنده هتكبر. عشان تعرف بس الكومنتات الفيك انت رزعت ايه وراك. معلش عادي. الكومنتات الفيك ما تجيش حاجه في قنوات الصرف السحري. ليه؟ لان هم برضه بس يخشوا ياكدوا بالاكونت. وانا السنه لو قلت لكم ربنا يهديكم فصعب قوي ربنا يهديكم ليه؟ لان انتوا ما تعرفوش ربنا. يا الشياطين بتجيدي يا احمد. ما انا عايز اقول لهم ان انتوا ما تعرفوش ربنا. ما لقيتيش ده؟ اه لسه. ده تالت معلقه اهي مع تالت كوبايه. ما خلاص يا كوبايه قصه. ايوه احمد ما لازم يكونوا ما تحطي التلات كوبايات وحطي التلات معايا. ماشيين معايا بالخطوات. هما هيكتبوها يعني؟ ايوه طبعا. انتوا بتكتبوا يا جماعه وراه؟ في عرايس بتتعلم مني الاكل، انتوا عارفين الموضوع ده دايما. ربنا يسترك، خلي بالكوا الروبوت بتعمل كيكه ما تتاكلش، ما تاخدوش المقادير منها. فاكر وليس؟ كيكه الشيح. ايوه لما بصوا خمرت لحد ما طلعت باب الشقه. لا ده كانت بيتزا. بيتزا ولا كانت كيكه؟ لا ده كانت بيتزا. والله؟ كيكه الشيح اللي هو كان مع زوزو نبيل تقريبا في الجزء الاخير. او قبل الاخير كان بيعمل لهم كيكه شيح. والله انا عارف ربنا من غيرك نعمل ايه بصراحه. والله ولا انا يعني انا مش عارف من غيرك والله نعمل ايه. انا اكل كيكه الساعه 12 بالليل ولا نتعشى ولا مش عارف بصراحه. نحط شويه لبن لان واضح ان قوامها ان انت المفروض تحطي لبن. انا حطيت كوبايه. خدت اللبن بتاع عصريه كله. خساره فيها. احنا نستفيد بيه. ربع كوبايه. معلش يا اسياب عوض. ربع كوبايه. انتوا عايزينه شوكولاته؟ مين ده؟ انت ولاد؟ مش هتفرق والله عادي. اي حاجه اللي يجي منك يعني... حلو. احط نسكويك. هتحط شوكولاته نسكويك. اي حاجه اللي يجي منك مش اللي مش اي حاجه مش قصه اي حاجه يعني. لا انت بصراحه يعني بتعملي كده تحفه. والله بيجبر بخطي. عشان تعرفوا يا جماعه. زي النهارده مش عارف عمر اللي كان بيقول لي ولا إيه؟ مين؟ عمر كان بيقول لي ايه؟ هو بابا هو انت بتقول بتسال ماما هي عامله اكل ايه وانت جاي من الشغل؟ فبقول له لا يا بابا انا اللي ماما بتعمله انا باكله يا حبيبي. انا راجل مسالم. انا بسالها عايزه حاجه وانا جاي. بسالها عايزه حاجه وانا جاي ولا لا بس خلاص. لكن اكل وبتاع اكل اكل لا هي اللي هتعمله انا هاكل. لا ويقول له ايه؟ ويقول له اتعود بقى عشان لما تكبر وتتجوز. هتاخد الزباله وانت نازل الصبح. وهتجيب اللبن والفينو وانت راجع بالليل. وانت راجع بالليل تسالها عايزه حاجه وطبعا الفينو واللبن ده اساسي. بالظبط كده. ضحكني ده. اللي هو انت اتعود من دلوقتي عشان لما تكبر هتعمل ده لما تتجوز بقى. ضحكتني يا احمد. وبالك بيك ايه؟ لا ده بص بقى ده جامد من الاخر. جامد من الاخر؟ دخل دي بس كده امسك. دخل دي هنا كده بقى. وايه يلا ايه خلاص؟ خلاص ايه؟ كده خلصت؟ خلصت كده خلصت يا جماعه يلا تصبحوا على خير بقى ناكلها؟ نعم بهزر فين الذكاء؟ في ايه؟ اصبر في ايه خضتني؟ ايه؟ والله خضتني مضرب باظ ولا ايه؟ لا يا جماعه طيب انا قلت اه اصبر عشان المضرب مش هو المضرب اتشالت منه دي في عينين حوله أصلية وأنا مش قلت لك رايحي في الجام رايح دلوقتي رشقت عينيها في الكيكة أصلية ولكن إن شاء الله مش هتأثر في حاجة بصوا الكيكة عاملة إزاي أصلية ممكن تقعدي على إيه رأيكم أنا صلحت لك المساعدين اقعدي على جنب شوية عشان عينيكي ماشي عينيكي واخدة لحد هنا فارحمينا شوية واقعدي على جنب عينيكي بتفلق الحجر دي أنا كنت مسيحة فيها الزبدة تمام ودي إيه الكيكة هدهنها بس بالإيه بالدقيق عشان برضه يعني سن الدين كده امسك كده لازم تتغلف بالدقيق كده عشان ايه ما تلزقش تتغلف يعني الارضيه بتاعت الصينيه تتغلف بالدقيق كده انا مالي انا هعمل بيها ايه انا تتغلف ما تتغلفش مش تفرق معايا المهم اكل كيكه في الاخر اتغلفت كده لسه شويه لسه ما تدلكيش كله لا عشان الدقيق ممكن يكلكع تحت والله احنا كنا قاعدين نضرب الكيكه ده كله ليه افترى؟ احنا لو في دي زياده برميه شفتوا يا جماعه قد ايه الموضوع بتاع الكيكه ده صعب على الاقل ما احناش لازقين في الكنبه بنقوم نعمل حاجه لكن الشراشيح قنوات الصرف الصحي الخنازير قاعدين لازقين في الكنبه
لا وايه ما بيستحموش. وقاعدين لازين في الكراسي البلاستيك ما بيستحموش، هي دي المشكلة. مش هيستحموا اهي، بصوا خنازير ولا بيحلقوا دقنهم ولا بيستحموا، هما قاعدين بيتسولوا ويشموا في خلق الله. بس هما دول اللي فالحين فيه. ايوه اعملوا حاجة زي كده. ولع لك شمع وهنستني، ممكن تولع فيه وترحمنا من عينيك. الاغنية دي يا احمد اغنية نات شيفت قصرية، خلي بالك قصرية. انا هخلص الفيديو ده وجاي لك قصرية. انت خلاص علقت في دماغك. امال كوكب الشرق. لا كوكب الشرق، ايه علاقتي بكوكب الشرق؟ ايه علاقتها اقول؟ لا ده انا بقى مش بقارن دي بيه طبعا. لا هو انت هتقارن كوكب الشرق بالقصرية؟ سوري ولا ايه؟ صح طبعا. كده ايه؟ كده احنا الحمد لله اتعشينا كيكه. الكيكه هي اولاد، والفرن طبعا بيسخن. ادخلها بقى 35 دقيقه بالظبط واستعدوا للانفجار. 35 دقيقة عشان تستوي؟ اه. ده انت اللي عملتيه دلوقتي ما كملش 5 دقايق. مش مشكلة بس. يعني 40 دقيقة عشان تتاكل؟ اه. خلاص بكرة بقى إن شاء الله أجي أكل. ما فيه سلاح وعد الجثث. عد الجثث؟ هتعرف تقتلي حد. تستوي ولما تطلع بقى نشوف رأي أستاذ أحمد. بقول لكم إيه؟ لا دقنكم استحموا. ما بيستحموش. ماشي خنزير منك ليه؟ تستوي وأطلعها لكم على طول. يلا يا ست رباط. ما كانتش كيكايه. هو دي كيكه اي حد؟ ادي اهو حطيت لك المفرش. تعال خد منك. تعال امسك. لا انا ايديا وجعاني مش قادر اشيل حاجه. لا دي حاجات صغيره. انا اجيب لك انا الكيكايه وتفرج الناس. تفرج الناس ايه يعني؟ على عظمة اللي انت عملتيها؟ هو حد يعرف يعمل العظمه دي غير روبي؟ قولوا له حاجه. طب ليه بيداري كده ولا بيداري كده؟ قولوا له حاجه عشان ده. لا واو بيستقل رأي ونس. واو ايه رايكم؟ لا بأمان. بصوا لو عندك حاجة هتقلبها فيها والله بجد، يعني لو يعني مش شكرانية في نفسي بس ده حقيقي فعلا. أنا أول مرة حبنا. أعمل كيكة ناجحة كيكة حبنا تقريبا عشان الفيلم اللي جايبه أحمد على هوايا وعايزة أتفرج عليه. رواب بتحتفل بينا. روقت عليه. إيه رأيكم؟ تحتفل بينا وعامل لنا كيكاية. لا بس في حاجة غريبة. إيه بقى؟ ليه من النص كده في عين مدورة؟ تخيلي. بصوا والله العظيم أنا مش بكذب أهي. بصوا اقسم بالله في النص في عين مدوره. طبعا دي عين الحوله احنا عارفين، بس عادي يعني ولا يهمنا. انا مش قلت لك قصريه؟ ليه من الدنيا شويه قصريه؟ طب اقعد عشان ندوق. الشعاع قصريه جاي لحد مصر. والله العظيم نفسي اقلبها في حاجه. ايه رايك؟ ما تقلبيش. لا هي كده حلوه، انا بحبها كده بجد والله. بحبها كده. ما تقلبيش حاجه. والنبي ما تقلبي حاجه هتقلبيها علينا احنا نفسنا. ألف سنين. لا ما تقلبيش في صواني بجد والله. والنبي. خلاص انا اقطعها عشان هو اصلا مش عايز. هي لسه هتقلب وبتاع. انا مش انا جميل. عشان اثبت لكم ان هي ناجحه يا جماعه. هي ناجحه والله ناجحه وعاليه. ايوه. طب ما طيب إيه؟ خلاص يبقى هتثبتي ايه بقى؟ والله يا جدعان عاليه ونافشه. وبصوا بتتقطع ازاي. مش اي حد يعني يعمل كيكه. كيكه ناعمه وقويه وكلها فيتامين وبيض وحنيه. ولبن. قصرية. اللبن خلص قصرية. ولبن وكل حاجة. اللبن خلص قصرية خلاص بقى. استنوا بقى دي لحظة الحسم بقى. دي بقى اللي جاية دي لحظة الحسم. اه اللي هي اصلا مش هتعرف تطلع ال لحظة الحسم. انتوا واخدين بالكم؟ دي لحظة الحسم. لحظة ان هي هتطلع الكيكاية مش كاملة. لا 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 لا. ده انا اقسم بالله انا لا ده انا تقدمت. انا هربع ايدي بقى كده. ده انا تقدمت والله. بص والله تقدمت. بص عامله الكيكه عامله ازاي. وبص سخنه ازاي وبقطع وهي سخنه. لا ايه رايك؟ انت بتقطع بايدك. طب ايه رايك؟ ده بالسكينه. لا ما هي المفروض تكون بارده عشان تتقطع. طب خلاص اصبر لما تبرد بقى وناكلها. لا انتوا ورانا انتوا وراكم حاجه؟ احنا ورناش حاجه. طب دوق يا بنتي هتبوظ رقتها. طيب دوق. طيب لا لا لما تبرد شويه. انا ما باكلش الكيكه سخنه. بص والله العظيم طالع منها دخان وفظيع. ايوه يعني دي انت عارفه لو في شيء لو في شتاء هقول لك اه اكل على طول. ليه بقى؟ الجو اصلا ساقع فمحتاج حاجه تقيل تدفيني. لكن الجو حار. بصوا من تحت عامله ازاي؟ استنى اوريها لهم. عامله ازاي؟ اهي. طيب وريهم وريهم. من جوه اهي. ايه رايكم؟ يبقى يعني نجحت فيها المره دي، اول مره انجح في كيكه عشان تكونوا فاهمين. مبروك. طب دوق. طيب مبروك. طب دوق بجد والله. الكيكه عليكي مبروك. لا انا اول مره بجد اعمل كيكه حلوه. هتقولي لي يا رباب انت بتاكلي في الصينيه ما حطيتيش في الطبق ليه؟
اقول لكم صعبانه عليا غسيل الطبق ولا ما انا خلاص اتوسخ. طب امال ايه؟ لا انا بدوق. ارعب بامانه. لا بامانه ما تعملش زي ابنك مازن. انا حين عليا صحي مازن دلوقتي وادوقه عشان يجبر بخاطري بالليل. هو دي ما اتطحنش كويس؟ صور انا غلطانه؟ لا انا بسال. دي ما اتطحنش كويس؟ مفيش كيك يا احمد ليك. دي ما اتطحنش؟ لا مضروب. لا ما اتطحنش كويس. حاسس ان في دي بيقرمش؟ ما انا ما حسيت نفس الاحساس وكذبت نفسي. شفتي؟ ولكن عايزه اقول لكم انها برضو يعني يعني شوفوا شفتي انا يعني ملاحظاتي قويه ازاي؟ حلوه هي يعني اتلسعت سنه برضو. لا سيبك من اللسع انا كده كده هي بالشوكولاته فمش فارقه، مش هتفرق ان هي ملسوعه من ان هي لونها اسود يعني مش هتفرق عشان دي شوكولاته. لا بس هو الدقيق ما اتطحنش كويس. لا مطحون والله. حلو والله. انت مش انت حسيتي نفس الاحساس؟ بس حلو. لا حول ولا قوه. هو انا قلت لك وحشه؟ حلو. انا بقول لك الدقيق ما اتطحنش كويس. يعني طلعت كيكه ولا ما طلعتش؟ انت انا عايزه بعد ما حطيتي فيها البيكنج باودر والبيض واللبن البيض واللبن وما تطلعش كيكه، ما انت عايزاها تطلع ايه اومليت؟ لا طلعت كيكه والله العظيم حلوه. ده عايزه تتاكل بالمعلقه يا جدعان مش بشوكه. مبرده عشان سخنه. احنا مقطعينها وهي سخنه المفروض تبرد. طب حد قال لك قطعوها سخنه؟ انا غلطان احمد انا عملت لك حاجه حلوه. لا حد قال لك قطعوها سخنه وهي سخنه؟ هحرمك من كده والله. لا حد قال لك قطعوها وهي سخنه؟ ما انا قلت عشان طلبت مني تقطعها لي وهي سخنه عشان اوريهم بقى النتيجه. مفيش حاجه اسمها توريهم النتيجه، هم عارفين ان انت ازاي خبره. طب ذمتك وحشه؟ بامانه انا قلت لك حلو بس دي مش مطحون. لا بس جميلة والله العظيم يعني حاجه حلوه يعني معديه برضو. بصوا واهي بذمتكم دي مش نفشه. بصوا يا جدعان فرحه بانجازاتها والله. نفشه ولا مش نفشه قولوا لي. ده ناخد بقى صوره البنر. استنى اصل ايه؟ لا تضحكنيش بقى. اخد بقى صوره البنر. ايه رايكم؟ طب والله العظيم جميله اقسم بالله جميله. انا اول مره اعمل كيكه حلوه لولا ان انا خايفه ان انا اتخن كنت ضربت. بتضرب؟ لا ما مش عارفه. حد قال لك ما تاكليش؟ عايزه ابقى تحرمك من الاكل. عايزه ابقى 300 طن زي قصريه. ليه هو انت لما هتاكلي حته كيكه هتبقى 300 طن؟ اه طب دي بتاكل غير غير الكرنب كل يوم. لا انا بخاف على وزني. لا اله الا الله. انا اقوم اعمل كوبايتين شاي. لا ما تعمليش شاي. ما تعمليش شاي ولا قهوه. لا تشرب ايه؟ مش هشرب حاجه انا هاكل كيكه بس. نتفرج على الفيلم. مش عايز اشرب حاجه. ما تشرب حاجه جنب الكيكه. لا اعمل لك شاي بلبن. لا ليه؟ خلاص اعمل اللي انت عايزاه. اعمل لك شاي بلبن؟ هو بينفع جنبها؟ ايوه يا احمد. خلاص ماشي شربيني. بينفع جنبها. شربيني شاي بلبن. محسسني ان هو اول مره ياكل كيكه. هتفتح الكيس التاني يا اسراء. كيس اللبن. الظاهر ان انت مالكيش نصيب. صعبان صعبان عليه. مالكيش نصيب في اللبن. اقوم اعمل له كوبايه شاي. بالمقاسي بقى. بلبن. انت لسه مصمم على ام العزومه السودا دي؟ لا انا ما عزمتش حد. امال ايه؟ انا بتكلم عادي. حتى دي استخسرها فيكي. اه امال ايه؟ هقوم اعمل كوبايتين شاي بقى ونقعد نتفرج على بس هي حلوه هي الكيكه حلوه. واقعد امنتج لكم الفيديو ده وانزله لكم والله النهارده عشان ما ينفعش ان انا انجازاتي دي تقعد وما تنزلش النهارده والله ازعل. هي ككيكه؟ اه على دوري؟ كيكه كيكه الدغري هي كيكه والله. هي حاجه مسكره وريحتها فانيليا جميله. لا بسرعة. والله طعمها زي العسل اقسم بالله. اه كيكه يا جماعه كيكه. لا وبرد تاني بسرعه على فكره. مش عارف ما عشان مشغلين التكييف ولا عشان الجو حر؟ لا مشغلين التكييف. هنقعد بقى نتفرج على الفيلم وكويس ان انا عملت له حاجه حلوه يعني المفروض يشكرني يعني ده بتحصل كل سنتين ثلاثه مره. عيب كده. ليه؟ هيقولوا ان انت بتحرمينا من الحاجات دي. ما انا بقول الحقيقه. انا ما بحبش اخبي حاجه عن الشعب. ماشي ما تكدبيش انا عارف. فنزاتي لازم يعرفوا كل حاجه عني. مش كل سنتين ثلاثه يعني. هي مامته هم اللي كل يوم يعملوا الحلويات عندهم مش عارفه ايه الناس دي. ايه ده؟ كل يوم بتاكلوا حلويات؟ علمي بقى. لا انا عملت لك كيكه ما تقبلش غير ان شاء الله بعد 2030 باذن الله. على رمضان الجاي بقى. رمضان الجاي نبقى نعمل لك شويه كنافه كده على شويه قطايف صح؟ عارف انا الموضوع ده. طب ما انا اهو يعني بدايه الغيث قطره. اه.
طيب اهو بدايتها هنا اتدعت وعملت كيكه. صح. بس المره دي كيكه حلوه. فين مازن حبيبي؟ هي حلوه. يقول لي دي كيكه. لا حلو والله. لا ده هيشلوحنا اما يصحى الصبح. ليه ده جميله؟ انا عارفه مازن ولسانه. ليه على فكره جميله جدا هتعجبه بجد والله. اه والله. بس ما تقولوش حوار الدقيق ده اللي بيقرمش في بقك. لا يا ما. طب والله العظيم بصوا يا جماعه بذمتكم العلو ده مش تبقى كيكه ناجحه اهي. دي كده مش كيكه ناجحه، دي محتاجه تتقسم نصين ويتحط صوص شوكولاته في النص وكريمه وتتزوق. طيب تبقى تنطاق. عدي علينا بقى بكره ونديكي شهاده النجاح بتاعتي. بعد ايه؟ انت مش قلتي شهاده كيكه ناجحه؟ اه يعني خلاص عدت من كل الاختبارات. المفروض ان انت تشكرني، دي بص يعني حتى من جوانب الصينيه متشاله ومفرغه. عشان انا بصراحه جوعت هاكل. وهي بقى ايه؟ شفتوا ان هي عاجباه؟ وبيتريق. حلوه والله يا بابا انا قلت لك وحشه. هو عايز يقفل الفيديو عشان ينزل جوه الصينيه. انا عارفه. لا لا خلي الفيديو مفتوح خالص. هو ينزل جوه الصينيه برضه عادي. ايه هتفرق؟ في حاجه وقعت جوه المطبخ بس مش عارفه ايه اللي وقع. اصل الشعاع دخل عندنا المطبخ كمان يخرب بيت. والله العظيم بسمع ازايز بالليل بتطرقع. اقسم بالله فمش عارفه في ايه يعني. انصرفي. قل اعوذ برب الفلق. ايوه. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ايوه. انصرفي. والله بفكر اصحي العيال اكلهم كيكه بالليل. ابقى ام مجنونه؟ انا هبعت لك مازه بتحلب لبن دار. عشان بدل ما تقعدي تبصمه. انت لسه مركز؟ اه. اصحي العيال ياكلوا كيكه بالليل ولا ابقى انا ام جحده؟ فين الام؟ فين الكومنت اللي قالت لك بتسيبوا العيال ورا؟ ومش بناكلهم. اصحي العيال ما تقلقش هاكلك هاكلهم كيكه الساعه كام دلوقتي؟ بس بالليل. على فكره فيها حته محروقه بس حلوه قوي قوي قوي. هي من تحت وجميله على فكره. انا بحب الحرق ده. الله بحب الحته المقصوعه. زي في ناس تسيب البسبوسه كلها وتاكل الحروف الحتت اللي هي مقرمشه. وانا بحب في الكيكه الحروف برضو. اه طبعه غريب. انا ما كانتش الحاجه تبقى طريه كده. لا 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 انا احب الحته المقرمشه خالص. لا انا مش يعني نجحت في الاختبار يا سي احمد. اه طبعا. السوارس صدمتني وانا واقفه بعمل الكيكه. مين دي؟ السوارس. مين السوارس؟ هي كانت بتقولها كده في الفيلم. السوارس صدمتني يا سيد سيد وانا بعدي السكه. ابى احكي لك قصه الفيلم بعد. انا عارف الفيلم لكن ايه السوارس يا؟ هي قالتها كده في الفيلم. انا مالي؟ شوف ترجمه الكلمه دي بعد الفيلم. جميل عليا. المهم الكيكه دي فيها خروجه بكره. انا مش بعمل حلويات كل يوم. اه دلوقتي انا دراعي اليومباجو كده يعني. دراعه هنا اهو يا جماعه. هو دراعك ولا ظهرك؟ الحمد لله. هو تقريبا في حاجه في الاعصاب الله يخرب بيتها. تمام. لا انت اعصابك زي الفل يا احمد. هو دراعك معلش يعني ارحم عينيك من ام الشعاع. بصي الراجل خس كان قد كده خس بقى الربع ضهره وجعه دراعه ما بقاش في حاجه رافعه فارحميه بقى من لحمك. كفايه كده. ها كفايه. اكتبوا لي بقى كومنتات حلوه كده ورايكم في الكيكه الاختراع الجميله بتاعتي دي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ضحكنا شويه وروقنا على الخنازير ونشوفكم على خير. مصريتي استنيني بكره عشان انا بكره جاي لك. استنيني عشان انا مش جاي. استنيني عشان بكره جاي بدري. اشوفكم على خير. اشوفكم على خير يا جماعه. السلام عليكم.